هعمل لك كوبايه نسكافيه تروق بالك. لا، كوبايه لبن دافيه عشان هنام للابد. مش هتنامي. خير؟ اوكي، اعتقد كده اعملك بقى مج نسكافيه لبن. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، العواف عليكم جميعا. نرحب بكم من استاد سن شبورة الدولي اللي هي كانت ارض المواشي سابقا. النهارده هنشوف ماتش مهم جدا، ماتش النهائي عندنا بين فريق سن شبورة وبين عرب السكه، يعني ماتش درب النبوع، درب النبوع. كل البلاد اللي حوالينا كلها جايه تتفرج. الشغل الشاغل اللي شاغل اهل البلد من جماهير الكوره وكل الكوره، النزول والدعوه للنزول ضد الحكومه الصفيه ومع رائحه المواطنين. يا شمانده الله لا يسيئك يا عم، العب العب. طبعا عرب السكه دول ضيوفني، ما حدش قال حاجه يعني، واكرام الضيف واجب. ممكن تسيبهم يجيبوا جون اثنين لكن يكسبوا؟ لا، عندك الكلام ده، ما حدش هيكسب عندنا غير سن شبورة. انا احب اللعبه المحايده واحب اكون يعني ايه واضح وصريح وانا بشجع اهل بلدي. ومعانا المواطن الثاني مولي عبد الرحمن، هتنزل بالدرع الصفيه؟ انا فرح اول الشهر. ما توريني العمده فركش الجواز ازاي؟ العب العب. اه، ليفربول كسبت ومعاها مصطلح واحد، فاحنا حضانا هنا خمسه مو، مو شبورة ومو ميسي ومو شوال ومو رجب ومو رمضان. كلهم بيلعبوا في ارض واحده وكلهم هيكسبوا باذن الله. احنا مش هنعدي النهارده الماتش الا لما نكسب. ايوه الكره اهي، الكره اهي. اجري يا معلم يا ابو شبوري. ايوه يا ابو شبوري، ابو شبوري اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.